غنمشيو لواحد الباناشي ديال الخضره والفواكه اللي موجود عندك. فالمهم خصك واحد خمسه ديال الخيزوات، واحد بنانة ولا جوج، واحد الخوخه راه ان شاء الله راه قريب يدخل الخوخ من رمضان ان شاء الله يوجد، واحد العلبه ديال الياغورت باي نكهه بغيتي، واحد ثلاثه واحد اربعه ولا خمسه ديال الفريزات. هادشي اللي عندنا. اييه كناخذوا خمسه ديال الخيزويات ولا العدد اللي بغيتي تكثري. بغيتي انا عطيتك المقادير باش تشوفي، الا بغيتي تزيدي وغادي تنقصي. خمسه ديال الخيزويات نقيوهم ونقطعوهم ونسلقوهم في الكوكوط مع اطر ولا اطرونس ديال الماء على حسب الخسوريه اللي بغيتي. حتى كنسلقوه وكنخليوه يبرد، وهذاك المانيت كنطحنوا فيه خيزو ونطحنوا فيه البنان والخوخ والياغورت والفريز، صافي ونقدموه. ونصفي اللي بغات تصفيه، تصفيه اللي بغات تخليه هكاك، من الاحسن تصفيه وخيزو لان كيكون داك القلب ديالو شويه ما كيكون قاسح شويه. نصفيه وخيزو حيت نطحنوه في الماء ديالو، ومن بعد نهزو داك الماء نطحنوا فيه الفواكه ونقدموه بارد، راه كيجي مول عيش ورائع. اييه ان شاء الله. نمشيو للعصير ديال الفلون. واخا تفضلي. كناخذوا ايترو سيترو ديال الحليب مع اي فلون بغيت نديرو الفلون ديال الفريز على وقت الفريز دابا نديرو. ناخذوا السيترو ديال الحليب كنطحنوا فيه واحد ربعه ديال الفريزات ولا خمسه، ونصفيه ونردوه الكاسرون ونديرو فيه الفلون ديال الفريز، والسكر حسب الذوق اللي بغي اللي بغات السيده، جوج معاك ولا ثلاثه السكر ما كتحكمي فيه. كنديروه يطيب فوق حتى كيغلي الفلون، ونخليوه جانبا حتى كيجمد لينا حتى كيبرد. كنكونوا وجدنا واحد السيترو ديال الحليب في الكونجيلاتور يكون بارد مزيان، ونديروه في الخلاط مع هذاك الفلون اللي صافي عقد، ونخلطوه مزيان مزيان حتى كيعقد وكيجي مرغوي ورائع. صافي ونقدموه بارد بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه. بغي اللي بغات الفلون ديال الفريز، اللي بغات ديال الكراميل، كان ديك الساعه اللي بغينا كل مره كل مره نكف. كنكونوا عايطين عارضين على العائله، راه كنشكلوا كنديروا ديال الفريز ديال الشوكولاط ديال وكنزوقوا في شكيله، لان اللي كتشوف فعلا وكل واحد والذوق ديالو. اييه كنبغيو ان شاء الله الرحمن الرحيم.